تكملة للمقطعين السابقين لهذه المحاضرة، واللي أخذنا من خلالهم تحليل الدائرة أو الحالة العابرة لدائرة التيار الكهربائي بوجود متسعة للتشارجينج فيز والديسشارجينج فيز. الآن نأخذ موضوع الانيشال كونديشن لدائرة المتسعة أثناء التشارجينج فيز. في التحليل السابق أخذنا أنه المتسعة عند توصيل إلى مصدر الفولتية تكون خالية من الشحنة. الآن لو فرضنا أنه وجود عندي شحنة مسبقة على الفولتية وقيمة لفولتية المتسعة موجودة واللي نسميها initial value أو initial condition، وبوجود هذه الشحنة وصلنا المتسعة إلى مصدر فولتية من خلال مقاومة، ونشوف كيف تكون حساب معادلات التيار والفولتية في هذه الدائرة. خلينا نأخذ هذا الفقر اللي أمامنا 3.15 اللي يوضح لي أنه المتسعة قبل لا تتوصل إلى مصدر الفولتية من خلال المقاومة كان عليها قيمة لفولتية معينة رمزنا لها بالرمز VN، ولحظة التوصيل راح تقوم بالشحن من مصدر الفولتية من قيمة VN إلى V final واللي هي ال VE في هذه الحالة. لاحظ ال V final تكون هي الفولتية النهائية اللي راح تشحن لها. طبعا أيضا الستادي ستيت راح يكون بعد 5 تاو راح نوصل له. المعادلة العامة لوصف فولتية المتسعة بالترانزيانت بيريود هي ال V final plus V in minus V final الكل مضروب في E to minus T على تاو. لاحظ أنه هذه المعادلة هي المعادلة العامة اللي ممكن استخدامها حتى في الحالة الأولى بس charging phase بعدم وجود الانيشال كونديشن، لأنه لو فرضت أنه أنا الانيشال كونديشن صفر في هذه المعادلة الـ VI صفر، راح يكون عندي الـ VF اللي هي الـ E مضروبة في 1 ناقص E to minus T على tau واللي هي نفس المعادلة رقم 1 اللي أخذناها بالبداية. فهذه هي المعادلة العامة اللي ممكن أستخدمها لحساب فولتية المتسعة في الترانزيانت بيريود. خلينا نأخذ أمثلة عليها حتى توضح كيف استخدام المعادلة. عندي هذه الدائرة اللي موضحة أمامنا بالشكل 3.16 واللي مطلوب من عندي رسم الـ VC والـ IC لهذه الدائرة لحظة توصيل المفتاح، لكن ألاحظ أنه متسعة لـ 3.3 مايكروفاراد عليها شحنة مسبقة وفولتية مسبقة مقدارها 4 فولت. الآن حتى أرسم الشكل الفولتية على المتسعة أحتاج إلى أنه أحسب ثابت الزمن، وبهالحالة اللي يكون عندي ثابت الزمن هو C في R1 plus R2 وطلع عندي 11.22 ملي سكند. الآن زمن الاستقرار للدائرة هو 5 تاو واللي يكون عندي 56.1 ملي سكند. الآن VC تساوي لي VF الفاينل فاليو اللي هي 24 فولت القيمة اللي راح أصلها في نهاية الزمن، زائداً الـ VN ماينس الـ VF واللي هي 4 ماينس 24 مضروبة في E to minus T على تاو اللي هو 11.22 ملي سكند. إذن VC راح تكون عندي تساوي لي 24 فولت ناقص 20 فولت فرق الفولتية بين القوسين في E to minus T على تاو. الآن لاحظ أنه لحساب التيار IC لاحظ لحظة توصيل المفتاح التيار اللي راح يمر هو فرق الفولتية بين الـ E والـ VC على مجموع المقاومتين R1 و R2. يعني لاحظ هو مو الـ E على R1 زائد R2، ليش؟ لأنه أكو عندي فولتية وكأنه مصدر فولتية في هذه اللحظة موجود عندي، فالآي ماكس أو الماكسيمم كارنت اللي راح يصير لحظة توصيل المفتاح إلى الدائرة هو الإي ناقص الأربعة فولت على R1 زائد R2 مثل ما موضح عندي بهذه المعادلة. إذن الآي ماكس راح يساوي لي الإي ماينص الفي واللي هو 20 فولت لاحظ على 3.4 كيلو أوم واللي هو 5.88 ملي أمبير. الآن هذه القيمة حتى أوجد الـ IC راح تكون عندي هذا الـ IMAX في مضروب في E to minus T على تاو. هذا الرسم راح يوضح لي
فولتية المتسعة وتيار المتسعة في حالة التوصيل المفتاح، وطبعاً توصل إلى الستادي ستيت عند الخمسة تاو واللي هو 56.1 ملي سكند. راح يبدي الشحن عندي بالمتسعة من قيمة فولت، لأنه قبل التوصيل المفتاح هي 4 فولت. لحظة التوصيل راح تصعد من 4 فولت إلى 24 فولت، والتيار راح يكون من 5.8 ملي أمبير إلى الصفر في هذا الزمن. نأخذ مثال آخر. لاحظ في هذا المثال في هذه الدائرة اللي أمامي أكو مصدرين فولتية. في البداية يقول لك إنه هذا المفتاح كان موصل إلى البوزيشن A لمدة ثانية. بعدها بعد هذه الثانية لاحظ، إذن هسه أنا المفتاح توصل كان موصل للدائرة أو للموقع A اللي هو مربوط بهذه المقاومات ومصدر الفولتية الأول لمدة ثانية. بعدها واللي اعتبرناها T يساوي صفر، تحول المفتاح عندي من A إلى B. أول شيء أجد لي المعادلة أو أجد لي قيمة VC لT أكبر من صفر، يعني بعد أن حولت المفتاح من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وأجد لي قيمة الفولتية عند T يساوي لواحد سكند وأربعة سكند. لاحظ إذا هسه أنا في هذه الدائرة عندي بالبداية هذا المصدر ما موصل، وتوصيل المتسعة كان لهذه النتورك. عندي مصدر فولتية ومقاومتين، المتسعة راح تشحن من خلال هذه الدائرة، أوكي؟ حتى أوجد قيمة الشحن الصحيح من ما دام عندي مجموعة مقاومات مربوطة إلى الدائرة، يجب أن أوجد الآر ثيفنن من جهة المتسعة، من أشوفها من هذا المكان بهالاتجاه إلى اليسار، لازم أوجد من هذه النقطة آر ثيفنن وإي ثيفنن حتى أعرف شي قد قيمة الفولتية اللي راح تشحن المتسعة، وش قد قيمة المقاومة الفعلية اللي راح يمر من خلالها الشحن. إذن أول خطوة أجريها أوجد لهذا المقطع E ثيفنينج R ثيفنينج. هذا الـ E ثيفنينج R ثيفنينج راح يشحن لي هاي المتسعة إلى قيمة معينة إلى حد ثانية، راح أحول المفتاح في هذه اللحظة أشوف فولتية المتسعة شو قد عند الواحد سكند، راح تعتبر Initial Condition لحالة الشحن الثانية من خلال هذا المصدر وهذه المقاومة. طبعا يبقى التيار عندي بالآي سي بنفس الاتجاه لأنه اثنينهم شحن عندي. إذا أولا أوجد الآر ثيفنينج. الآر ثيفنينج هي العفو الفي ثيفنينج. الفي ثيفنينج هي فولتج ديفايدر، ف 24 فولت في 5 على مجموع المقاومتين 8 يطلع عندي 15 فولت. لاحظ إذا المصدر اللي أعتبره كأنه راح يشحن المتسعة هو قيمته 15 فولت. الآر ثيفنينج طبعا هذا يكون شورت سيركت من أبا من هالجهة الدائرة، راح يكونوا متوازي واللي هو حاصل ضربهم على حاصل جمعهم طلعت قيمة المقاومة 1.875 كيلو أوم. الآن في حالة الشحن الأولى إلى زمن الواحد ثانية راح يكون مقاومة الشحن هي الآر ثيفنينج من خلال إلى المتسعة، وإذا تاو هو آر ثيفنينج سي، ونحسب عندي 0.938 سكند. الآن لما الزمن يكون عندي ثانية واحدة راح أحسب قيمة فولتية المتسعة واللي هي راح تكون الانيشال كونديشن بالمرحلة الثانية لما نحول المفتاح إلى مرحلة البي. المعادلة عندي هي البي ثمنين الخمستعش فولت في واحد ناقص اي تو تي اللي هي واحد سكند على تاو، طلعت قيمة الفولتية 9.84. هذه هي الانيشال كونديشن للمرحلة اللي بعدها واللي هي يتم تحويل المفتاح بها من رقم A إلى B. إذن راح أطبق معادلة الشارجنج بالمتسعة بوجود initial condition، بس أحتاج أحسب ثابت الزمن لهذه الدائرة اللي هي الشحن، وعندي الR هي 4 كيلو أوم والمتسعة موجودة 0.5 ملي فاراد يعني 500 مايكرو فاراد، فراح يصير عندي ثابت الزمن الثاني هو RC اللي هو 4 كيلو أوم في 0.5، طلع عندي 2 سكند. زين، قانون الشحن العام للمتسعة واللي بوجود فولتية initial condition عندي الـ V final. الـ V final هي هنا شقد 30 فولت المصدر الثاني. الـ V final زائدا الـ VN اللي هي الـ initial condition ناقص الـ V final
مضروبة في E to minus T على تاو الجديد للدائرة الثانية اللي هو 2 سكن. طلعت عندي هذه المعادلة اللي هي 30 ناقص 20.16 في E to minus 0.5 T لأنه على 2. لما الزمن يكون عندي 1 ثانية تطلع الفولتية 17.8، ولما عندي الزمن يكون 4 ثواني راح تكون فولتية المتسعة 27.27 فولت. نأخذ مثال آخر للتوضيح أكثر. عندي هذه الدائرة اللي موجودة بالفقر اللي أمامي واللي عندي بيها، لاحظ مصدر فولتية مقاومة الأولى اللي هي لما يكون المفتاح بالوضع أي راح تسوي تشارجينج لهذه المتسعة، ولما يكون عندي على الوضع بي راح يصير عندي ديسشارج. هذه بدون initial condition، يعني مثل الحالة السابقة، المقاطع السابقة اللي أخذناها charging و discharging. لكن ألاحظ أنه ما عندي لا قيمة المتسعة ولا المقاومة. خلينا نشوف السؤال. يقول لي عندي عندك هذا السويتش كان مربوط إلى النقطة A لمدة 61 ثانية. من وصلت الزمن إلى 61 ثانية كانت فولتية المتسعة 3/4 E، يعني 0.75 من E 3/4 E بعد 61 ثانية. الآن في هذه اللحظة لما وصل الزمن إلى 61 ثانية تحول المفتاح من رقم من نقطة A إلى B. بعد مرور دقيقتين وجدنا أنه فولتية الـ R كانت 0.7.41 من الـ initial condition للـ VC. لاحظ أوجد لي قيمة R2. هسا إذا نجي إلى السؤال، أول شيء عندي مصدر فولتية توصل إلى متسعة من خلال هذه المقاومة وبدأ تشارجينج عندي لمدة 61 ثانية، لقينا الفولتية هي 3/4 E، يعني وصلت إلى 0.75 من الـ 12 فولت. في هذه اللحظة حولنا المفتاح إلى نقطة B، وبعد مرور دقيقتين، يعني هذه الدقيقتين تشمل من بداية التحليل اللي هي تشارجينج إلى discharging إلى نقطة دقيقتين، وجدت أنه فولتية الـ R2 هي 0.41 من الـ initial condition، يعني في لحظة فصل المتسعة اللي هي كان قيمة فولتيتها 3/4 E، هذه الفولتية وصلت إلى 0.41 من هذه القيمة. زين، مجهول عندي المطلوب من عندي R2، طبعا بهالحالة المتسعة هم مجهولة عندي، وبهالحالة لازم أجري عملية الشحن وأشوف أحسب قيمة C وبعدين أرجع أسوي الديسشارج وأحسب قيمة R2. أثناء مرحلة التشارجينج عندي التايم هو 61 سكند. بهذه اللحظة بال 61 سكند كانت الفولتية تساوي لي نسبة الفولتية بين الـ VC إلى الـ E هي 0.75. الـ VC تساوي لي E في 1 ناقص E to minus T على RC قسم على E، راح تصير هذه القيمة VC على E تساوي لي 0.75 وتساوي لي 1 ناقص E to minus 61 over tau. ومن هذه المعادلة أقدر أعيد الحساب وأحلها وراح أوجد أنه tau تساوي لي اللي هي R1 في C تساوي لي 43.885. هذه قيمة tau. أوكي؟ طبعا هذه سكن. الآن المتسعة إذا شو تساوي لي؟ أقسم على التاو على R1 راح تطلع عندي قيمة المتسعة 2.2 ملي فاراد، يعني 2200 مايكرو فاراد. إذن سوجدت قيمة المتسعة. الآن أرجع إلى الفيز الثاني اللي هو الديسشارج فيز، واللي بدأ عندي في لحظة تحويل المفتاح في زمن T يساوي لي 61 سكند. لاحظ في هذه اللحظة فولتية المتسعة هي شقد؟ 0.75 من E، يعني 3/4 قيمة الفولتية. أوكي؟ اللي هي شقد من الـ 12؟ 9 فولت. لكن بعد مرور دقيقتين على تشغيل الدائرة بشكل عام كانت فولتية المقاومة واللي هي نفسها فولتية المتسعة، لأن أنا لما أوصل المفتاح إلى الـ B فولتية المقاومة مساوية لفولتية المتسعة راح تكون عندي، كانت عندي 0.41 من VC initial اللي هي شقد؟ 9 فولت. لاحظ إذن الـ VR2 بعد مرور دقيقتين
كانت 0.41 من 9 فولت واللي هي 3.69 فولت. أوكي؟ T2 هي 102 دقيقتين يعني 120 سكند، لكن هذا من ضمن زمن الشحن الأول اللي هو 61 ثانية. إذن حتى أشوف زمن التفريغ فقط الديسشارج هو الزمن الكلي ناقص 61 ثانية. شقد طلع عندي زمن T2 التفريغ هو 59 سكند. إذن أجي إلى معادلة الديسشارج. فولتية الديسشارج أو الـ VC كانت عندي 3.69 تساوي لي 9 اللي هي الـ Initial Condition في E2 minus 59 اللي هي T على T tau dash. أوكي؟ أيضا أحل هذه المعادلة وأقدر أخذ اللين للطرفين وأشوف قيمة الـ شقد الـ tau داش واللي طلع عندي 66.3 واللي يساوي لي C اللي حسبناها من المرحلة السابقة طلعت عندي 22 ملي فاراد في R2 اللي هي مطلوبة عندي. وبهالحالة R2 تساوي لي هذا الزمن اللي هو تاو داش على قيمة المتسعة واللي تطلع تقريبا 30 كيلو أوم. إذن هذه الدائرة حتى تنطبق عليها هذه المواصفات عندي ظهرة المتسعة 2200 مايكرو فاراد وقيمة المقاومة تقريبا 30 كيلو أوم.